أكتر إنسان رح يشعر بطاقة الرومانسية ورح توصل له طاقة حب هو السرطان. مواليد برج السرطان ما حدا يكذب عليك، أنت بتودع شهر نوفمبر، فيديو كول عاطفي، اتصال عاطفي، رسالة عاطفية، لقاء، يمكن حب جديد. رح تودع شهر نوفمبر بإذن الله بلقاء عاطفي، بحوار عاطفي، بمساج عاطفي. أكتر إنسان رح يشعر ورح توصل له طاقة الحب هو السرطان. حلو، قديه حلو، حلو كتير. ليكو سارة عندها مشاكل عاطفية، أنا كريستينا ماريا عندها كمان مشاكل عاطفية، جوال عندها مشاكل، كل العالم عندها مشاكل عاطفية، مولود السرطان. أنت يعني اليوم محظوظ أنه حيكون عندك فرصة، يمكن لاتصال، رسالة، يمكن رسالة اعتذار، يمكن رسالة حب، يمكن اعتراف بحب، يمكن رجوع، ما بعرف، حسب كل واحد فيكم على شو مشتغل. البعض عنده زواج، انتبهوا، البعض عنده زواج، يعني البعض بيودع شهر نوفمبر، بيخطب، بيعقد قرانه، بيتزوج، شو بيعرفنا، بيلتقى بشخص بحب حياته يلي صار له زمان مش شايفه. قمر العقرب هيك بده يقطع؟ ما في مشكلة مالية عاطفية كبيرة بتنحل. مورد السرطان، انتبه، بدي اقول لك شغلة قبل ما انتقل للقوس. ما بعرف ليش عندي احساس انه انت يا ايها السرطان في اشخاص عم تتحكم فيك، عم يتحكموا بفلوسك، عم يتحكموا بشغلك، عم يتحكموا ايضا اكثر شيء بالشغل والفلوس، وانت خسران يا ايها السرطان، في شيء خسرانه، يا خسران شخص، يا خسران فلوس، بدك تلاقي لهم حل. فأنا بعتقد أنه هلأ طالما نهاية شهر نوفمبر فيها طاقة رومانسية، يعني أنا اليوم أنه بشجع السرطانيين، إذا أنتوا خسرانين شخص ترجعوه، عندكم فرصة كتير كبيرة. سويني بس شوي، عندكم فرصة كتير كبيرة يكون في رجوع، وتحطوا بقى النقاط على الحروف. ممنوع ولا أي إنسان بالعالم يا أيها السرطان يتحكم فيك. هودي فلوسك، هي تعبك، هيدا عملك. حلو، لا، بده يكون عندك انت اليوم شخصية. وين شخصيتك؟ عطارد متراجع بالقوس، المريخ بالأسد، تراجع عطارد بالقوس، يعني في حدا اليوم عم بدير أعمالك، عم يشتغل عنك، أو عم بحاول يا أيها السرطان ياخد محلك بالعمل. بدك تنتبه، بدك تلملم حالك، تزبط صحتك، تزبط حالك، تكون نشيط. حرام انت تعبت بهالفلوس، حرام يضيعوا فلوسك هيك، وحرام يضيع تعبك هيك. قوموا تحركوا بليز، تمام؟